هذا بداية الإبداع ما شاء الله تبارك الله. سلام الأدي أبو عمار، ما شاء الله عليكم، ما شاء الله مبدعين شباب الحي، ما شاء الله تبارك التميزة. شفت النزلت اسمه؟ لماذا سميت حي النصر؟ حي النصر سميت، كثير ناس تعرف تقول تسمع بحي النصر، حي النصر ما تعرف ليش تسمت حارة النصر. هنا كانت موجود شركة تنقل الحجاج من قبا إلى الحرم، ميكروباص صغير اسمها، الواحد اسمه أبو النصر، وكثير سموها حارة النصر. كان موقع الشركة هنا في هذا المكان، والآن تغير اسمها من حارة النصر إلى حي الراية. الله يعطيك ألف عافية أبو يوسف على المعلومات الجميلة، الله يكرمك ويخليك. أجواء حي النصر، أنا ماني من سكان، أنا لي ولاء لحي النصر، أنا درست هنا في مدرسة الإمام، وأنا فيها، أنا انولدت فيها، عشان كده خلاص. الله يسعد قلبك أبو يوسف. السلام يا سلام، والسيري حاضر، السلام الأيادي، ما شاء الله تبارك الله. شايفك علو، ما شاء الله تبارك الله، أجواء حلوة. السلام على الكبدة، شوفوا الكبده كلها مقطعه من يد علول شيء ثاني. طيب نحن في حي النصر ومع اخوي احمد بريكيت، ما في كسره؟ يا هلا، ليه ما في كسره؟ يقول سلام يا عاشق الكسرات والفائده في معانيها، حي النصر اجمل الحارات، اتفرج والفطور فيها. فيها والله صح لسانك. الله يسعدك يا حبيبي. يا هلا. والله صاحب كسرات. الله يكرمكم. استاذ نايف. يستاهل ابو جود. يستاهل. الله يكرمك ان شاء الله. امانك طيب. يا حبيبي. لاي مكان. يلا شباب شكرا لكم. انا هذا العطف بعطيه لمن ينقل دائما الجمال، حلو من اهل المدينه ينقل هذا الجمال وهذه المحبه. الجندي المجهول دائما ودائما هو خلف الكاميرا، ما حد يعرف من هو. من هو؟ لكن اليوم نعرف، هو الاستاذ محمد. والله مودار، تستاهل، ما شاء الله تبارك الله. تستاهل ابو حميد. اي والله. الله يعافيك خليك ان شاء الله. الله يسعدك خليك ان شاء الله. نحن هنا أبو عيسى حبيبي الله يسلمكم خليكم إن شاء الله. الله يكرم استاهلك الطيب. هل الأستاذ الحبيب أستاذ محمد يعطيك ألف عافية. الله يسعدك. طبعا مدرس الابتدائي والفنان والرسام، ما شاء الله درس الابناء كلهم، الاستاذ محمد بوقس، الله يعطيه الف عافيه، لبى الدعوه وما قصر. كل عام انت بخير استاذ. كل سنه انت طيب. وانت طيب الله يسعدك خليك، شرفت انا ونورت. ما يحتاج. بين ابنائك عاد ما في. كان شاطر ولا لا؟ صاحبي يا شيخ كبرت نهر زياده. بال... لا ما درست. ايوه الله يسعدك خليك. الله يكرمك استاذ محمد. حبيبي استاذ محمد. الله يسعدك خليك استاذ محمد.
شاء الله ابو الياس استاذ عبد الرحمن البوشي يعطيك الف عافيه. شرفتنا نورت. الله يشرف بدارك اخوي حسن. الله يسلمك. وانا احتاج هذه الفرصه طبعا حاره النصر حارتي سابقا، فانا بقول لك الان حارتي الحاليه حي العريض. الله يحييك وتشرفنا ان شاء الله يوم 26 يوم الاثنين شارع ساري شارع الامير محمد بن عبد العزيز. يعني انت يوم 26؟ يوم 26. يا سلام يا سلام. الله يسعد قلبك يا استاذ. الله يبارك فيك. العريض يوم 26. الله يحييك دحين في النصر. الله يبارك. الله يسعد ويخليك ان شاء الله. خربت. ايوه الله الله يحييكم. حسن ارسل ثابت لا تتكلم خلاص بس كده حبيب اشوف حبيب الله يسلم خليك الله هلا ابراهيم سنج. لا اخوي هاني ما يحتاج. حبيب اخو ياسر الله يسعدك خليك ان شاء الله. جود صبا طبعا اليوم صبا وجود عاشوا اجواء فطور الاحياء. كيف الوضع؟ ما شاء الله الله يحفظها بنت ابراهيم سندي الله يحفظها يا رب. الله يسلمك. شوفي من اعز اصحابي. يلا بعدين لازم تزورينا. طيب جديده بعد. ايوه ما شاء الله. يلا تلعبي مع بنت صاحبي سامعه سير. اي والله بنات ما شاء الله كان شاطر ابوهم. قلت ظبطني. الله يسعدك الله يسلمك ابو مستور حبيبي. الله يكرمك خليك ان شاء الله. ما شاء الله ولدك الله يحفظه يا رب على اسم الجد. الله يحفظه يا رب وتفرح فيهم ان شاء الله. الله يسلمك خليك ان شاء الله. فعاليات حي النصر جايبين سياره اسكريم وهنا الشباب ما شاء الله تبارك الله عليهم. صلاه على النبي. ابو احمد هلا والله حبيبي. ايش الاجواء الحلوه دي ما شاء الله. هذه حمايات حارتنا. ايوه يا حارتنا ما قصر والله دحين ما شاء الله يوم العافيه. الله يسلمك ما شاء الله. دحين انت في الدعيث بس الاجواء الجميله في النصر ترجعنا كلنا والله ترجعنا الحبايب كلهم. في ايوه من زمان ما شفناهم من يوم ما خرجنا من حاره النصر. أيوة. والحمد لله الحمد لله. اي أيوة والله الله يتقبل يا رب. الله يديم. اي أيوة والله الله يديم الجمعه ويتقبل منا ومنكم يا رب. يسلم عمو ما شاء الله تبارك الله. يلا صبا ما شاء الله تبارك الله. شوف صبوا يلا صف صف من هنا ما شاء الله تبارك الله. يعطيكم العافية حبيبي. الله يسلمك. ابو حمزه ابو حمزه يعطيك العافيه. الله يسعدك كل عام انت بخير ان شاء الله. الله يسعدك. ايش رايك بالاجواء يا حبيبي؟ الله يسلمك خليك ان شاء الله. مره والله مره. الله يسعدكم خليكم ما يحتاج. انا اخوي ابو سعديه ما يحتاج. من عمق حاره النصر يا حبيبي ابو سعديه. الله يسعدك خليك ان شاء الله. شرفت والله. الله يسعدك خليك ان شاء الله. الله يكرمك خليك. شرفتونا ونورتوا. الله يسعدك خليك ان شاء الله ما شاء الله. كيف حال عمو؟ هلا هلا والله. ايش اخبارك؟ وصي لي ماجد. ايه ولدك عارف وصيه. البريه كرامات توصل اذا كلمتني قلت لي شيء. لا خلاص بس وصي علي شويه. الله يسلمك الله يحفظك ان شاء الله. الله يسلمك خليك ان شاء الله. الله يكرمك خليك.
ما شاء الله. ايوه ابو سعد زرناهم في المغاربه وجونا النصر. رجينا الزياره حبيبي. الله يكرمك. الله يعطيكم العافيه. اصحاب واجب والله. الله يكرمكم. عم فهد حبيبي الله يسلمك. حوش الراعي عندنا العمده حبيبي عم فهد.